في الاهلي او قناه الاهلي. احنا هنا يا جماعه يعني عمرنا ما هننتقد فريقنا، هننتقده لما نلاقيه بيقع بينهار، لكن مش هننتقد زي الاخرين ابدا. عمرنا ما ننتقد لاعيبتنا، يعني احنا هنا درع النادي، اللي بنحمي النادي، اللي بنرد على اي حد بينتقد النادي بشكل غير مبرر. يعني ده الطبيعي جدا وده الفير جدا. مش هتسمعوا مننا ان احنا بنوقع في الفريق، بنوقع في اللعيبه، حتى لو الناس التانيه بتوقع في اللعيب او بتوقع في الفريق او بتوقع في النادي او بتوقع في المدير الفني او بتوقع في المدرب العام. احنا هننتقد، لكن هننتقد لما يجي وقت الانتقاد، لكن عمرنا ما هنتجاوز. هنفضل دايما داعمين اللعيبه، داعمين الجهاز الفني، داعمين ادارتنا ايا كانت مين هي. لازم، هو ده دورنا، هو ده شكلنا، هو ده المفروض نعمله. لكن ان احنا نعمل زي القنوات التانيه، في ناس يعني مش عايز اسمي، لكن في ناس بيبقى الهدف هو يعني الانتقاد، انتقاد مغرض، بيبقى ليه يعني دواعي تانية وبقى ليه اسباب تانية بعيده خالص عن شكلنا وعن قوانيننا وعن نهجنا اللي احنا ماشيين بيه كنادي اهلي. لكن احنا دورنا ان احنا هنحمي فريقنا وهنحمي مديرنا الفني وهنحمي جماهيرنا. محدش ابدا ابدا، وانتوا شايفين وبتسمعوا اي حد بيتكلم على الجمهور بندوس على دماغه. انا اسف جدا يعني اي حد يتكلم على جمهور النادي الاهلي، كل الجماهير ليها احترامها، وما ينفعش اي حد يطلع يتكلم على الجماهير تحديدا. الجماهير ليها احترام تاني خالص، لان انا قلت لكم قبل كده ان الجماهير دي ربنا خلاها سبب في ان الناس تعرفنا والناس تحبنا والحمد لله في اللي احنا فيه. فالجماهير لا، الجماهير موضوع تاني خالص. اي حد هيتكلم على الجماهير هيداس على دماغه، ايا كان بيتكلم على جماهير مين، وخصوصا طبعا احنا هنا يعني بصفتنا ان احنا بنمثل جماهير الاهلي، فاكيد مش هنسمح لاي حد مهما كان اسمه، سنه، شكله، لونه، جنسيته، انه هيتكلم على جماهير النادي الاهلي. هندوس على دماغه على طول. تاني حاجه، مش هنسمح لحد او احنا تحديدا ان احنا ننتقد كباقي القنوات. احنا لو كنا انجرفنا في طيار من اول بيت فيست وازاي الاهلي يكسب 1-0، فاكرين طبعا، اكيد فاكرين. واحنا قلنا هنا في الاستوديو يا جماعه عادي جدا، 1-0 حلو قوي، والفرقه كويسه، بيت فيست كويسه وفرقه كوره، ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعادي جدا جدا جدا. لو كنا انجرفنا بقى للطيار اللي هو ازاي وكابتن حسام واللعيبه ومش ده، لا، احنا حامينا نادينا، حامينا لاعيبتنا، حامينا جهازنا الفني، وده الطبيعي جدا وده الفير جدا. عشان كده كملنا وربنا كرمنا، ودلوقتي الناس بيقولوا يا سلام الاهلي، وكله دلوقتي بيقول لك الاهلي وروح الاهلي وفانيله الاهلي ونصر حسين ضاي وازاي والروح احنا عارفين الكلام ده، احنا عارفينه مسبقا، لكن في ناس مش عارفاه، عشان كده بينتقدوا قوي، لكن بعد كده بيتكشفوا بقى شكلهم مش حلو، شكلهم مش لذيذ يعني، فبيرجعوا يقولوا ايه، بصوا الاهلي، طب ما انتوا قبل كده كنتوا بتنتقدوا. فاحنا لا، احنا الدرع الواقي لنادينا بجمهوره، بجهازه، بلاعبته، بادارته، ايا كان مين هو اللي في النادي الاهلي، احنا شكلنا هنا او احنا ممثلين هنا عشان نحافظ وندافع عن النادي بتاعنا وعن جهازه وعن لاعبته. اكتسبنا حاجات كتير جدا جدا من البطوله العربيه، اكتسبنا حاجات كتير جدا. اللي يقول لك بطوله مش سهله كنت اقول له ايه، كمل فيها، البطولة صعبة جدا، بطولة مفيدة جدا تحديدا النادي الأهلي. اكتسبنا فريق تاني قوي جدا لا يقل عن فريق الأول، اكتسبنا لعيبة، شفنا لعيبة، حكمتوا على لعيبة، الجهاز الفني شاف لعيبة، شفتوا قد إيه اللعيبة لما بتشيل اسم النادي وبتبقى عارفة قيمة الفانيلا بتاعة النادي، شفتوا بتعملوا إيه وبيعملوا إيه وعملوا إيه إمبارح، وكانت حاجة درس، يعني حاجة تدرس لكل الأجيال، يعني إيه نادي اهلي، ويعني ايه روح النادي الاهلي، ويعني ايه فانيله النادي الاهلي، ويعني ايه جمهور النادي الاهلي. حاجه جميله جدا كانت، ان شاء الله يعني ربنا يدوم علينا هذه النعمه وهذه الروح وهذا الكم من العطاء للجميع. شفتوا فرحه الهدف بتاع عمرو بركات امبارح، حاجه يعني لا توصف. احنا كاننا فعلا خدنا كاس العالم، مش عارف ليه، لكن كان ليها طبعا سبب. السبب اللي هو ان النادي الاهلي اتحط في تحدي الفوز. لما النادي الاهلي بيتحط في تحدي دايما الحمد لله ربنا بينصره بقد التحدي. لكن انا عايز اقول تاني واكد عليكم تاني ان احنا هنا مش هننجرف وراء حد، هننتقد لما يجي او لما يجي ميعاد النقد، لما يجي موعد النقد، لما نشوف اللحظه اللي النادي الاهلي بقى يعني لا لازم هنقول يا جماعه لا استوب. لكن احنا مش هننتقد على الفاضي والمليان، هننتقد علشان نصحح المسار،
هننتقد علشان الأحسن، علشان النادي بتاعنا يفضل فوق. عشان كده بقول لكم إن إحنا يا جماعة غير، إحنا مختلفين، إحنا قناة النادي الأهلي. مش عايز أقول لكم عنصريين النادي الأهلي، لكن ممكن تقولوا عنصريين النادي الأهلي، إحنا عنصريين النادي الأهلي يا جماعة. إحنا يعني هو النادي الأهلي، شعار النادي الأهلي اللي إحنا كلنا بنستظل بظله. علشان كده هنفضل نتكلم وهنفضل ندافع وهنفضل نقول لو أنتوا شايفين حاجة وحشة، مش بتكلم على الجماهير، لو الناس اللي بتنتقد شايفة حاجة وحشة، لا إحنا نشوفها حلو، عشان إحنا عارفين يعني إيه النادي الأهلي. لو أنتوا شايفين لعيب وحش، لا إحنا شايفينه حلو. لو أنتوا شايفين مدير فني وحش، إحنا شايفينه حلو قوي. لو أنتوا شايفين حاجة وحشة جوه النادي الأهلي، إحنا شايفينها حلوة قوي، وإحنا الحمد لله اللي رأينا بيطلع صح في الآخر، وأنتوا اللي بترجعوا بقى شكلكم هو اللي بيبقى وحش جدا. النادي الأهلي في كل حاجة تدرس للي عايز يتعلم، وديكوا بتشوفوا أمثلة كتير جدا، ومش عايز أسمي ومش عايز أقول. النادي الأهلي يا جماعة حاجة فعلا مميزة جدا وحاجة جميلة جدا بكل ما فيه، من أول الصغير لغاية الكبير، حاجة فعلا كل واحد بيدي درس في كل حاجة هو بيشتغل فيها، اللي شغال في النادي، في عمال، في إدارة، لعيبة، جهاز، يعني كل حاجة فعلا حاجة جميلة جدا جدا جدا. ورب نفضل كده على طول، النادي الأهلي قيمة وقامة، ونفضل كده إن شاء الله. فما تستنوش مننا تاني، أنا بأكد على الكلام مرة واثنين وثلاثة، ما تستنوش مننا غير إن احنا نكون درع لهذا الكيان الكبير بكل ما فيه. استنوا مننا النقد لما يجي محله، لما نيجي نتكلم على لعيب ليه قيمة بنعرف نتكلم عليه ازاي، بس للأسف الكلام بيتفهم بعد كده. الأهلي فعلا ده حياتنا. نطلع فاصل ونرجع لحضرتك على طول.